السلام عليكم تابعي قناة ايزي ايرن، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة هنختار فايز في المسابقة اليومية، هناخد عنوان الفيديو ده كده ونروح على الموقع اللي هيختار لنا الفايز بتاع النهاردة. صار لقيت كومنت، في 12 كومنت، هندوس على ستارت. هيجيلنا اهو بيتكوين يمين، هناخد عنوان المحفظة بتاعته كده كوبي ونروح على بنك الباير، تبعتله العشرة روبل بتوعه. هنكتب كده هنا العشرة ونبعت له العشرة روبل. بس كده معانا بعض. معانا بقى النهاردة موقع تقدر تكسب منه 100 روبل يوميا بسهولة جدا. نروح للموقع على طول. الموقع هو سوق بليك دون سوق بابليك آسف دون. تقدر تعمل منه أقل حاجة يوميا 100 روبل. هنشوف ازاي نقدر نسجل فيه. اول حاجة هتدوس على كلمة تشيك ان من هنا عشان تسجل في الموقع. هتكتب بقى قدامك، نكتب هنا اليوزر نيم بتاعك وهنا الايميل وهنا الباسورد، وهتكرره مرة تانية وتحل الكابتشا وتدوس على موافق. هتروح تفعل حسابك من على الجيميل وتيجي تسجل عادي. هندوس على انبوت عشان نسجل في الموقع. بتكتب اليوزر نيم الايميل بتاعك اسف الباسورد وبتحل الكابتشا، نكتبهم ونرجع. وبعد ما كتبناهم ورجعنا هتفتح معاك الداشبورد بالمنظر ده. طب انا لسه مسجل، ايه اول حاجة هعملها في الموقع دون؟ اول حاجة في الموقع دون هتروح على الاعدادات وتظبط المحافظ بتاعتك كلها، يعني تظبط البروفايل بتاعك بالشانل بتاعتك هتضيفها والكلام ده. هتيجي هنا هتلاقي تفعيل الايميل، لو انت ما فعلتش لو دخلت على الاعدادات هتفعل بمنتهى السهولة، وهيكون ظاهر لك هنا ان انت تأكد الحساب بتاعك بالفي كي اللي هو تفعيل السوشيال ميديا. هتدوس على تفعيل ويحولك للفي كي وتدوس على تفعيل بمنتهى السهولة جدا. نيجي بقى ازاي نكسب من الموقع ده. هو تقريبا ما فيهوش غير الفي كي هنا اللي بتفعله، والباقي مهام بتعملها بسكرين شوت. هتدوس على اير اللي موجودة في المنظر ده، هنا تلاقي هنا اسمها كلمة اير. بتختار حاجة من دول يعني تكسب منه. أول حاجة دي المهام، تاني حاجة دي الزيارات، تعمل زيارات للموقع، دي خطابات، ودي اللي هو السيرفينج التصفح بتاع النت، ودي التيست اختبارات. هنروح أول حاجة نشوفها هي المهام. المهام هنا يعني ممتازة، كلمة قليلة عليها، أسعار المهام كويسة جدا. قلنا هنكسب الموقع ده حوالي 100 روبل في اليوم الواحد، وما كنتش ببالغ. لا الموقع ده بجد تقدر تعمل منه مبالغ كويسة. لو جينا كده على المهام هنلاقي ان هو هنا بيقولك مثلا ايه، واتش فيديو واعمل لايك وسبسكرايب وهتاخد 0.5 روبل عشان تشوف الفيديو وتعمل سبسكرايب. بس هنلاقي في مهمة هنا مثلا ب30 روبل، يعني المهمة دي ب30 روبل. هتقول لي طب يعني ازاي اتاكد ان هعملها بسهوله والكلام ده، وهو هنا بيقول لك ايه وان كليك، يعني انت هتعمل كليك مثلا مهمه تاخد في ايدك 3 دقايق تاخد 30 روبل. كل اللي عملوها 8، ومحدش عملها غلط، يعني كل اللي عملها 8 خدوا 33 روبل، ومفيش اي ويتنج، يعني انت اول ما بتعملها تقريبا بتاخد الفلوس على طول. ده هنا برضو مهمه على 70 سنت من روبل، تاخد 251 عملها واتنين بس اللي عملوها غلط، و82 في الويتنج دلوقتي. بص المهام هنا في عدد كبير بيعملها، وادي 20 روبل، 208 واحد عملوها صح، فاهمني؟ فلا انت هنا بيدفع ومبالغ كويسة جدا. بص عندك صفحات ملهاش عدد، يعني انا كنت شايف بشوف مهام ب50 روبل و60 روبل. هنا لو دوست على الصفحة التانية هيظهر لك برضو مهام لازم تخلص دي الاول تقريبا، وبعد كده يظهر لك المهام التانية. لو دوسنا على كلمة فيزيت هنشوف بقى هنا الزيارات. الزيارات هنا في نوعين، في نوع بوقت وفي نوع من غير وقت. المهام هي هتلاقي قدامك هنا في الصفحة مكتوب فيها ان اللي بوقت بتختارها من هنا، او من غير وقت بتختار من هنا. يعني كمان في مهام هتعملها تصفح من غير اي وقت. فهتلاقي كمان مكتوب في المكان دون اهو مكتوب نو تايمر، يعني هنا ال6 سنت من عملة الروبل ومش هياخد معاك وقت. بتدوس على العنوان اللي بالازرق دون هيحولك للموقع على طول. اهو هيعد معاك ثانية بس عمل ريفريش وهيرجعك للصفحة تاني. هنشوف معانا كام معانا
ستة روبل بقوا 12 من غير اي وقت، انت بتكسب ورا بعض على طول. بجد هتعمل مبالغ كويسة لو دوسنا كمان على النو تايمر دون. هنشوف عندنا مهام قد ايه، هنلاقي مهام كتيرة جدا. بص الصفحات قد ايه مهام كويسة. عندنا بقى حاجة تانية اسمها الخطابات ام وقت، طبعا اسف بتدوس عليه وبيقدم معاك تحت حوالي 60 ثانية، كده بتحل الكابتشا وبتاخد المبلغ. هنلاقي هنا في الخطابات بتكسب مبالغ كويسة من الخطابات، يعني 7 سنت من الروبل. هتدوس كده على الخطاب عادي جدا، بيفتح معاك وبتقرأ الخطاب واحدة واحدة. طبعا الترجمة هتكون معاك، فاهمني؟ لو الموقع مثلا بروسي دوس على الـ3 نقط دول هتلاقي مكتوب في حاجة اسمها الترجمة، بتختارها. هنا التصفح بتدوس على start serving، بيفتح معاك الصفحة بتاعة التصفح دي، بيفضل يقدم معاك تحت 30 ثانية أو 40 ثانية على حسب طبعا الموقع، وبيجي لك كباتشة بتحلها رقم في صورة، بتختار انت من جنبه الرقم اللي زي اللي في الصورة بس. يعني الموضوع سهل جدا، وتقدر تكسب برضو من السيرفنج ده مبالغ كويس. لو رجعنا تاني للموقع هنلاقي ان عندنا اخر طريقة للربح، وهي الاختبارات. الاختبارات هنا يعني برضو حاجة تحفة ان انت تكسب منها مبالغ كويس. لو دوسنا كده مثلا اول اختبار هنا هتلاقي ان المكافأة بتاعته نص روبل. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ان انت تقرا الكلام دون، بيقول لك فول لينك، تسجل من اللينك ده، من لينك الاحالة. طبعا ده موقع انت مش هيفرق معاك يعني موقع ايه، هتسجل فيه وخلاص. هتاخد اليوزر نيم بتاعك وتروح دايس على الستارت هنا، تنزل تحت هتحط الإجابة بتاعت السؤال اللي هو يسأله لنا هنا فوق. هتقرأ طبعا القطعة دي كويس، هتحط الإجابة. طبعا احنا مش عارفين الإجابة عشان ما قريناش، فانت بتختار أي إجابة. هندوس على فولو. هو هنا بيقول لك إن الإجابة كانت غلط، بس انت يعني ما فيش أي مشاكل، بتقرأ وبتحل صح بس، وبتكسب من الموقع دون مبالغ كويسة. لو دوسنا على التست تاني هنلاقي ان احنا هنا عندنا حاجات برضو 1 روبل و20 سنت، 20 سنت تاني، 35 سنت. تلاقي ان مبالغ كويسة، غير طبعا فوق المهام اللي بنقدر نكسب منها زي ما انت شفتوا مهام ب33 روبل. اما بالنسبة للسحب بقى، فانت بتدوس على كلمة فاينانس من هنا، وهتدوس على ويزدرو فاوند. انت لسه محطتش عنوان المحفظة بتاعتك، هيجيب لك الشريط اللي بالاحمر دون. هيقول لك يعني روح لحد المحفظة بتاعتك في السيتنج وحط المحفظة بتاعتك. هندوس عليها كده هيظهر لك القايمة دي. هتلاقي فوق هنا في حاجة اسمها فاينانس، يعني خلي بالك من الحتة دي عشان تختار. هتدوس على فاينانس، تحط عنوان المحفظة بتاعتك، باير او بريفيت ماني، شوف انت هتسحب على ايه. تحت البين ده وانت مسجل هتلاقي ان يطلع لك غير الباسورد، حاجه اسمها البين بتاعك في الموقع، 4 حروف كده، هتروح حاطه وكاتب سيف كده. انت عملت طريقه السحب، وهنروح على فاينانس تاني وزدرو فاوند. هتكتب المبلغ اللي انت عايزه، طبعا تختار المحفظه. خلي بالك انت بتسحب مره كل 3 ايام، هتلاقي قبل السحب هو 11 روبل. 11 روبل دول يتجمعوا بسهوله، انت تقدر تجمع 100 روبل يوميا وتسحبهم، وتستنى يومين تاني 200 روبل وتسحب موقع بجد. ما تنساش تشترك في القناة لو انت مش مشترك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.